تسع تعاقدات جديدة هي حصيلة النادي المصري البورسعيد في فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد. ياريت اللي لسه ما عملش سبسكرايب للشانل يعمل ويفعل الجرس عشان يوصله دايما كل الجديد بتاعنا بإذن الله، ودائما وأبدا أنديتنا الجماهيرية أولا. تسع صفقات أجراها النادي المصري في فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد. النادي المصري قدر ان هو يتعاقد مع احمد الشيخ جناح بيراميدز، ومع احمد حمودي جناح بيراميدز ايضا، عمرو مرعي مهاجم طلائع الجيش اللي كان معار من نادي بيراميدز ايضا، المدافعين اسلام جمال واحمد علاء من نادي طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، المدافع المصري اللي كان بيلعب في الامارات اسامة الجزار، المدافع اسلام المزايم من نادي الحمام، التونسي الياس الجلاسي من الاتحاد الرياضي من ستير التونسي، واخيرا المهاجم الفلسطيني محمد بلح. اي متابع للنادي المصري السنة اللي فاتت كان شايف وكان عارف ان الفريق عنده مشكلة في خط الدفاع، سواء في مستوى اللعيبة اللي موجودة او حتى في عدد الافراد. كابتن علي ماهر المدير الفني السابق للنادي المصري كان بيعتمد على المركز ده اغلبية الموسم على شوشة وعلى لاعب خط النص عمرو موسى اللي كان بيرجعه لمركز المساك لقلة تواجد عدد اللاعبين في المركز ده، وبالتالي ضم 3 او 4 لعيبة بيجيدوا اللعب في المركز ده شيء ايجابي جدا وشيء جيد لصالح نادي المصري البورسعيدي السنة الجاية بإذن الله. احمد علاء واسلام جمال 2 لعيبة عندهم خبرات عالية جدا، اسلام لعب في طبعا الزمالك والشرطه والاسماعيلي والاتحاد ولعب مع المنتخب الوطني قبل كده، عنده خبره كبيره جدا، عنده 32 سنه وكان بيلعب بشكل اساسي السنه اللي فاتت مع نادي طلائع الجيش، وعلى فكره اللي طلع الكره المشهوره قوي في ماتش الاهلي وطلائع الجيش اللي كان فيها كلام عدت ولا لا، معنى كده ان هو كان موجود حتى اللحظات الاخيره مع نادي طلائع الجيش بيشارك معاه بشكل اساسي في بطوله الدوري. نفس الامر بينطبق على احمد علاء لكن بشكل اقل، احمد علاء كان معار من النادي الاهلي لنادي طلائع الجيش، كان بيشارك مع نادي طلائع الجيش بشكل اساسي لكن مش بصوره دايما، نقدر نقول ان هو كان من ضمن القوام الرئيسي للفريق، لكن ضمه في الاخر شيء جيد ومفيد لخط دفاع النادي المصري باذن الله. ثنائي اسامه الجزار واسلام المزين ما نعرفهمش، يعني نتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا جيدين ويكونوا اضافه لدفاع الفريق. مطلوب في بعض الاحيان ان انت تخوض او تعمل بعض التعاقدات اللي يكون فيها بعض المغامره، ويا عالم ممكن تطلع المغامره في صالحك في الاخر وتكسب لاعب مهم وكبير يفيدك بشكل كبير جدا. لكن المهم ان احنا او الكلام اللي كان بيتقال عن اتنين لعيبه دول كان كلام كويس وان شاء الله مبشر، ودي اهم حاجه لما تيجي تعمل مغامره في لاعب مجهول لكن في كلام جايب بيتردد عنه. نادي المصري برضو كان واضح للجميع ان هو محتاج يضم حارس مرمى، احمد مسعود وعصام ثروت وضعدور كانوا هم حراس نادي المصري السنه اللي فاتت، ضعدور كان معار من نادي بيراميدز ورجع السنه دي تاني لصفوف نادي بيراميدز، للاسف ما حصلش تدعيم في مركز حارس المرمى بل انك فقدت احد حراسك الثلاثه اللي موجودين في القائمه. نتمنى باذن الله ان حد يكون جيد في قطاع الناشئين يقدر يعوض الغياب بتاع ضعدور عن حراسه مرمى نادي المصري السنه الجايه ويكون بديل مناسب او جيد لعصام ثروت والاحمد مسعود. وبشكل شخصي اتمنى ان احمد مسعود السنه دي باذن الله يرجع لمستواه العالي اللي كان ظهر بصوره مهتزه قليلا السنه اللي فاتت، عملت بعض القلق لجماهير النادي المصري. الحكم على اي فتره انتقالات بيكون مقسوم على نصين، نص في بدايه الفتره ونص في نهايه الفتره. في بدايه الفتره نقدر نقول اذا كانت فتره الانتقالات بشكل عام جيده ولا لا، وضم اللعيبة ما بيكونش بشكل عشوائي او ضم اللعيبة وخلاص، انت بتحتاج تضم لعيبة في مراكز انت محتاج انك تدعم فيها، او في بعض المراكز لو في لعيب مميز جدا يكون اضافة للفريق مفيش مانع انك تضمه. وفي النهاية المهم هو الكيف وليس الكم. ايه المقدمة دي؟ المقدمة دي علشان انا هتكلم عن خط نص النادي المصري السنة الجاية او الموسم القادم بإذن الله. للأسف الشديد النادي المصري فقد السنة دي الاتنين الهدافين الاساسيين بتوعه اللي كانوا موجودين السنة اللي فاتت، عمر كمال عبد الواحد اللي كان بيلعب سواء في الجناح الايمن او الايسر او استخدمه الكابتن علي ماهر بشكل كبير في مركز راس الحربة،
هداف الفريق السنه اللي فاتت برصيد 13 هدف، والناحيه الثانيه الجناح الايسر المتميز اللي عمل موسم رائع السنه اللي فاتت مع النادي المصري احمد رفعت اللي اتنقل لصفوف فيوتشر ب 23 مليون جنيه. الثنائي كان ثنائي مميز جدا في تشكيله النادي المصري السنه اللي فاتت، وكان بيعتمد عليهم الكابتن علي ماهر بشكل كبير جدا في بناء الفكر الهجومي بتاعه. للاسف الشديد تعويض الثنائي ده تم باثنين لعيبه ممكن يكونوا جيدين لكن من 3-4 سنين، احمد الشيخ واحمد حمودي ما عنديش مشكله خالص ان هم لعيبه كبيره، لكن احمد حمودي تقريبا اخر فريق لعب معاه بشكل منتظم كان من 3-4 سنين وراجع من اصابه صعبه جدا في وتر اكيلس. نفس الامر ينطبق على احمد الشيخ اللي جاي من بيراميدز اللي كان في صفوف النادي الاهلي ما بيلعبش اساسي، والسنه اللي فاتت ما شاركش خالص مع بيراميدز. احمد الشيخ 29 سنه واحمد حمودي 31 سنه، عمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت كانوا 27 سنه. هل هيقدر الثنائي الدولي سابقا احمد حمودي واحمد الشيخ ان هم يعوضوا الثنائي المتميز جدا عمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت في الناحيه الهجوميه للنادي المصري السنه الجايه؟ مخاطره كبيره جدا. للاسف الشديد الثنائي بقاله فتره طويله جدا غايب، هيحتاجوا فترة كبيرة جدا علشان يقدروا يرجعوا لمستواهم اللي احنا عارفينه عنهم واللي احنا نتمنى ان احنا نشوفهم عليه السنة الجاية مع النادي المصري، علشان يقدروا يعوضوا غياب عمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت اللي سجلوا السنة اللي فاتت بس من غير الصناعة 21 هدف. طبعا ما اقدرش انسى ان حصل ضم لإلياس الجلاصي صانع الالعاب التونسي المتميز، وباذن الله ممكن يكون في تغيير في فكر معين الشعباني او في طريقه اللعب اللي لعبها السنه اللي فاتت او اللي كان بيلعبها الكابتن علي ماهر. السنه دي ممكن نعتمد بشكل اكبر على صانع الالعاب البلاي ميكر معين الشعباني، يعتمد اكتر على مواطنه الياس الجلاصي في مركز صناعه الالعاب، ويبقى محور اداء الفريق هو صناعه الالعاب مش الاجنحه. دي فكره الله اعلم ممكن تتم ولا لا. اتمنى باذن الله ان احمد الشيخ واحمد حمود يبوظوا كل توقعاتي، ما عنديش اي مانع والله، ويظهروا بشكل كويس جدا مع النادي المصري السنه دي باذن الله. خط الهجوم انت عملت اضافتين محمد بلح والمهاجم عمرو مرعي، وده لانك برضو سبت اتنين مهاجمين في قائمتك السنه دي استغنيت عنهم. المهاجم الخبره الطويله جدا مع النادي المصري في فترات طويله جدا قبل كده، مهاجم احمد جمعه اللي انا كنت اتمنى ان هو يكمل مشواره مع النادي المصري اللي استحمله في اصابته لفتره طويله جدا قبل كده، اللي اتنقل في صفقه انتقال حر لنادي انبي. احمد جمعه السنه اللي فاتت ما شاركش بشكل كبير جدا زي ما كان قبل كده مع النادي المصري، وده بسبب الاصابه الطويله جدا اللي اتعرض ليها، وسجل مع الفريق الموسم الماضي 3 اهداف. وسبت برضو المهاجم الكونغولي كاسينجو اللي في رايي الشخصي غير مؤهل او مش على مستوى النادي المصري. محمد بلح بنسمع عنه ان هو مهاجم جيد وان هو هيكون افضل بديل لمواطن محمود وادي اللي تالق قبل كده بشكل كبير جدا وبزخ نجمه في صفوف نادي المصري، لكن في الاخر يظل مغامره. الله اعلم هيقدر يتاقلم ويقدر يظهر بالمستوى اللي كان بيظهر بيه في فلسطين ولا لا، نتمنى ده باذن الله. عمرو مرعي السنه اللي فاتت كان بيشارك على فترات مع نادي طلائع الجيش، وده كان بسبب تواجد الثنائي المتالق عمرو جمال وناصر منسي كمهاجمين اساسيين لنادي طلائع الجيش. الراجل كان بيشارك برضو لكن على فترات. نقدر نقول برضو ان عمرو مرعي من ضمن اللعيبه اللي احنا منتظرين او هو منتظر ان هو يرجع تاني لمستواه مع نادي المصري في الموسم الجديد باذن الله. لكن علشان نكون موضوعيين، عمرو مرعي موقفه مختلف عن الشيخ وحمودي. عمرو مرعي كانت رجله في الملعب السنين اللي فاتت، عكس الشيخ وحمودي اللي بقى لهم حوالي زي ما قلت لحضراتكم سنتين ثلاثه بعيد عن المشاركه. 9 صفقات اتمنى انها تكون اضافه باذن الله للنادي المصري السنه او في الموسم الجديد. نادي المصري بدا فتره الانتقالات بشكل كويس جدا، وكنت مبسوط جدا بشكل شخصي بالتعاقدات اللي عملها، لكن للاسف كنت منتظر المزيد في الناحيه الهجوميه. سمعنا عن تعاقدات كتيره جدا كان هيجريها لكن للاسف ما تمتش في اللحظات الاخيره. مفيش شك ان دعم خط الدفاع تم بشكل كويس جدا، لكن خط النص وخط الهجوم حاصل فيه مغامرة الله أعلم ممكن تقود الفريق لإيه في النهاية. حابب بس قبل ما أختم أتكلم على موضوع أحمد رفعت. للأسف الشديد أنا طلبت إدارة نادي المصري إنها تكون حازمة وحاسمة في موضوع أحمد رفعت، سواء باستمراره مع الفريق أو في رحيله. قلت إن استمرار أحمد رفعت لو هيجي في الآخر هيكون إن هو عامل سلبي لنادي المصري وعلى لعبته، يعني يمشي مفيش أي مشكلة، لكن الموضوع ده يتم حسمه بشكل حاسم وسريع. للأسف الموضوع فضل معلق حتى اللحظات الأخيرة. الأستاذ عدنان حلبية قبل نهاية فترة الانتقالات بأيام كان بيتكلم إن مفيش عروض لأحمد رفعت جت
وان هو متمرد وان هو مش هيتباع وان هو ليس للبيع، وفجأة كل ده طار في الهواء واللاعب اتباع في اللحظات الاخيرة لنادي فيوتشر اللي قدم في رأيي الشخصي ما عنديش مشكلة مبلغ كبير 23 مليون جنيه هي في الاخر مبلغ كويس هيقدر ان شاء الله يساعد النادي المصري الفترة الجاية، لكن اعتراضي ان ده حصل في اللحظات الاخيرة وما قدرتش ان انت تستفاد بالمبلغ ده انك تعوض غياب احمد رفعت بلعيب متميز. في نفس الوقت الكابتن او الاستاذ عدنان حلبية خرج في تصريحات في رأيي الشخصي صعبة جدا مع الكابتن احمد شوبير، يعني مستحيل ما تقنعنيش يا استاذ عدنان ان احمد رفعت في النهاية فيوتشر هيدفع للمصري 23 مليون وهيديله عقد في الاخر اقل من اللي كان بياخده في النادي المصري. احمد رفعت بذات نفسه قال انا ما عنديش مشكلة اني اكمل مع المصري بس تقدروني ماديا بالعقل، يعني الكلام ده والله العظيم يا استاذ بيسيء للجمهور وبيضايقه مش بيسعده، يعني في النهاية احمد رفعت فضل ان هو يروح فيوتشر مبلغ اقل من اللي كان بياخده في النادي المصري، ده كلام يرضي الجمهور بذمتك؟ وبعدين يعني انت ايش عرفك بتعاقد اللاعب مع النادي؟ ما الله اعلم ممكن يقولوا لك اي رقم لكن الحقيقة تكون رقم تاني، ليه تقول معلومة زي دي اصلا؟ هل انت بتحاول تبرر قدام الجماهير ان اللاعب عنده ظروف ولازم يكون متواجد في القاهرة السنة الجاية عشان والدته العيانة والقصة دي؟ مش بالطريقة دي يا أستاذ. بكرر تاني ما كانش عندي أي مشكلة إن أحمد رفعت يتباع، لكن كان الموضوع يتم بشكل سريع وحازم يحفظ صورة النادي المصري، ما يظهرش في الآخر إن اللاعب تمرد ومش عايز يلعب وإحنا اضطرينا في الآخر إن إحنا نبيعه، لأن ده بيعمل صورة سلبية عند باقي اللاعبين وعند الجماهير. للأسف التوفيق خان مجلس الإدارة والتصريح بتاع الأستاذ عدنان حلبية خان، وأعتقد إن هو ما كانش يقصد. بشكل عام أعتقد إن أداء مجلس إدارة النادي المصري مش سيء، بالعكس ممكن يكون جيد، الفريق في آخر سنوات بيلعب بشكل دائم في بطولات أفريقيا بالتحديد في البطولة الكونفدرالية. أكيد جماهير النادي المصري عندها طموح أكبر من كده بكتير بإذن الله، لكن بكرر وبقول الظروف بقت صعبة جدا، الصرف بقى زايد جدا، الله يكون في عون مجلس الإدارة، لكن محتاجين بعض الحكمة في بعض القرارات لصالح النادي المصري بإذن الله. مستني أراءكم، إيه رأيك في تعاقدات نادي المصري السنة دي؟ هل أضافت للفريق؟ وهل الناس اللي جت هتعوض اللعيبة اللي مشيت ولا لأ؟ ورأيك إيه في رحيل أحمد رفعت في النهاية عن النادي المصري؟ وبعد ما تكتب رأيك ما تنساش تعمل سبسكرايب في الشانل وتفعل الجرس علشان تكون أول واحد بيوصله كل الجديد بتاعنا بإذن الله، ودائما وأبدا أنديتنا الجماهيرية أولا. شكرا لكم، مع السلامة.